لا رب العالمين. طيب هنروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب المباراه، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل بدء المباراه. اتفضل يا فاروق. طبعا برحب بيك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وبرحب بضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عوده من جديد لاجواء الدوري المصري بعد غياب دام لاكثر من 58 يوم منذ اخر لقاء جمع ما بين النادي الاهلي وفريق فيوتشر هنا على استاد الاهلي والسلام. الاهلي بيعود للاجواء الجوله العاشره ومواجهه فريق مصر المقاصه. كلام مهم جدا طبعا يا كابتن ايمن، سامع كلام حضرتك ويعني كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي، اهميه المباراه طبعا والغيابات الموجوده على النادي الاهلي. خليني اقول لك ان بالامس كان المران الوحيد اللي أداه النادي الأهلي قبل هذا اللقاء شعر محمد عبد المنعم وعلي معلول وايمن اشرف بتقل في عضله السمانه. طبعا مستر بيتسو موسيماني فضل انه يدي راحه اكثر للاعبين، عندنا مواجهات صعبه جدا، عندنا فريق سان داونز ثم فاركو ثم فريق البيراميدز وفريق ايضا مواجهه امام المريخ السوداني، يعني مجموعه مباريات متلاحقه. لكن دايما زي ما قال الكابتن اسامه عرابي، اي فرد موجود داخل قائمه النادي الاهلي هو قادر على تمثيل النادي الاهلي. طبعا النهارده يوم النادي الاهلي وكواليس كتير جدا، محاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني واجتماعه في جلساته مع افراد الجهاز الفني وكلامه الميكسوني النهارده بيدي له فرصه من بدايه اللقاء، تقدر تقول 6 تبديلات النهارده في تشكيل النادي الاهلي عن المباراه الاخيره. طبعا النهارده الشناوي في حراسه المرمى قدامه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، على اليمين كريم فؤاد، وعلى الشمال محمود وحيد، في نص الملعب ديانج وحمدي فتحي، قدامهم محمد مجدي قفشه ولويس ميكسوني وحسين الشحات ومحمد شريف. على الجانب الاخر فريق مصر المقاصه، طبعا انا يعني عايز اوضح نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن، طريقه اللعب اللي هيلعب بيها كابتن تامر مصطفى وهي 5-3-2، هيبقى في حراسة المرمى محمد مجدي، قدامه الخماسي علي المصري واحمد منعم واحمد صبيحه، الثلاثه يعني ثلاث مدافعين او قلب دفاع، على يمينهم هشام حافظ وعلى شمالهم علي فتحي. في منتصف الملعب بيلعب بثلاثه، سيرجي اريك ومحمد محسن ليلى والنجيري رشيد احمد، قدامهم 2 رؤوس حربه كريم حلاوه وحسام عبد الواحد. يعني لدى وصولنا الى الملعب الاهلي ويا السلام ونزول يعني افراد الجهاز الفني، جماهير النادي الاهلي الموجوده في الاستاد الاهلي والسلام ندهت على مستر بيتسو موسيماني وحيت مستر بيتسو موسيماني، توجه لتحيه الجماهير ايضا، يعني نادوا على لعيبه النادي الاهلي وفكروا اللعيبه باهميه الدوري وبطوله افريقيا. اخيرا يا كابتن ايمن، النهارده طاقم تحكيم بيدير احداث اللقاء كابتن عبد العزيز السيد بيعاونوا سمير جمال وشهاب راشد والحكم رابع احمد جمال على تقنيه الفيديو او تقنيه الفار محمد معروف ومحمد لطفي. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار قبل انطلاق مباراه الاهلي وفريق مصر المقاصه. عوده ليك يا كابتن ايمن، معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، وان شاء الله نبارك لبعض بعد الماتش ان شاء الله فاروق.